السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساكم كل خير وسعادة. اعلموا أن من يظلم يظلم ولو بعد حين، ومن قهر من لا يستطيع رد ظلمه عليه ضعفا وقلة حيلة جرعتها الحياة نفس القهر الذي جرعه لغيره، وربما يكون أشد من ذلك. والحياة كما يقولون ديون، قد يتأخر سدادها بعض الوقت، ولكنها حتما سيتم استيفاءها منه في الدنيا والآخرة. نصيحة أخ، إياكم وظلم الآخرين، لا تتعدون على حريات بعضكم، ولا تتجاوزون الحدود في التعامل مع بعض. احترم الآخر ليحترمك، ارحمه ليرحمك. الدين المعاملة.